اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين ليالي رمضان وفقرتنا الثانيه هنتكلم فيها طبعا عن الصيام اللي طبعا بشكل كبير جدا ليه اثر ايجابي على الصحه النفسيه وعلى صحه الانسان البدنيه. زي النهارده لما اختلفت مواعيدنا وبقى الفطار يعني في مواعيد معينه وفي سحور، ازاي بيأثر على جسم الانسان، وازاي ايه الحاجات اللي نتجنبها وايه المحظورات، ايه الحاجات اللي نركز عليها اكتر في فطارنا، لانه طبعا ربنا سبحانه وتعالى ما بيعملش اي حاجه غير لفايده الانسان اولا. تعالوا النهارده نتعرف اكتر ونتكلم اكتر عن هذا الموضوع والتغذيه السليمه واثر الصيام على جسم الانسان مع ضيفي العزيز المشرفني ومنورني في الاستوديو دكتور احمد فرغلي استشاري التغذيه العلاجيه. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. اولا والحقيقه انه موضوع التغذيه العلاجيه يعني موضوع واسع ومهم جدا طبعا لكل الناس في هذا التوقيت، لكن خلينا نتكلم بشكل اخص واحنا خلاص بدانا كده رمضان بقالنا شويه حلوين، يعني خلينا نعرف مع اختلاف التوقيتات النهارده الفطار، الناس كانت تفطر الصبح بدري بقت دلوقتي بتاخر، ده بسبب الصيام السحور قبل الفجر، يعني ده اثره عامل ازاي على جسم الانسان؟ اول حاجه نهني الامه الاسلاميه بحلول شهر رمضان الكريم، نقول لهم كل سنه وهم طيبين وعادوا علينا الشهر بالخير واليمن والبركه. بالنسبة للتغذية في رمضان، بس هدي نبذة صغيرة عن التغذية السليمة. يعني التغذية السليمة اللي أنا أخد احتياجاتي الغذائية من كربوهيدرات، بروتين، دهون، فيتامينات، أملاح معدنية حسب حالتي الصحية وحسب الجنس والمجهود والنشاط. دي كده أنا خدت التغذية السليمة. في رمضان بقى بتختلف شوية، لاني في الايام الثانيه كان يوم طويل، فطار، سناك، غدا، عشاء، يوم طويل جدا في رمضان. في رمضان فالعدد الساعات قليله جدا اللي انا باكل فيها من الفطار للسحور حوالي بتاع 10 ساعات حاليا في رمضان حاليا يعني. فبالتالي فبيحصل الشخص تغيرات طبعا، لان هو اتعود على اكل معين، فطبعا لما انا بقلله الاكل ده في وقت قليل يعني جدا، فبيحتاج طبعا نصايح وتوصيات غذائيه نبقى نشرحها ان شاء الله. جميل. خلينا دكتور احمد، يعني الناس دايما احيانا في رمضان ومع وجبه الفطار يعني ينهالوا كده على الوجبه بعد ساعات طويله زي ما حضرتك ذكرت من الصيام، يعني ايه المفروض ان احنا اول حاجه نبتدي بيها في وجبه الفطار، وايه الحاجات اللي نتجنبها كمان، لانه احنا عندنا ما شاء الله بيبقى المائده عمرانه بكل ما لذ وطاب. اول حاجه بالنسبه للفطار، اللي انا اكسر الفطار بتاعي ببطء، يعني ما افطرش بكميات كبيره جدا. ممكن مثلا افطر على 3 تمرات وكوبايه ميه. دي يعني ما اخشش على الفطار كله مره واحده او اخد حلويات مره واحده، انا افطر على 3 تمرات وكوبايه ميه. ممكن الشخص بعديها لو هو مثلا هيروح الجامع او هيصلي في البيت، ممكن يصلي المغرب ويرجع على هي كده كده السفره تبقى موجوده، ويرجع تاني بقى يفطر. ممكن بقى يفطر بقى يبتدي مثلا يبقى، وانا انصح طبعا عشان الجو دلوقتي فيه شتاء، يفطر مثلا على شوربه، اي انواع من الحساء يعني، شرب خضار، شرب لسان عصفور، اي انواع من الشربات تكون ساخنه، ويبتدي مثلا الرز ما يبقاش كتير طبعا، وطبق خضروات وصنف البروتين، ولو في صنف مثلا تاني وفي حلويات ما خدهاش بقى في الفطار. يعني طبعا شوفي هناخد التمر وبعد كده هاخد رز وخضار ولحوم، لا لو انا هاخد صنف حلو لا اخره بقى مثلا بعد الفطار مثلا كم ساعه؟ ب3 ساعات تقريبا. 3 ساعات اقل شيء؟ اقل شيء طبعا عشان ما يحصلش انتفاخ، ما يحصلش تلبك معدي وسوء امتصاص وكده. وانا اصلا اوريدي فطرت، فانا دي هتبقى سناك ليا، بحيث ايه يعني لو انا خلصت صلاه التراويح هتبقى كويسه ليا. طبعا كلنا طيبه، الناس في رمضان طبعا بيهمهم الحلويات وصنف ده بيستنوه من السنه للسنه، الكنافه لكل سنه بتبقى بطعم جديد، مره بالمانجا بنتنوع فيها. فطبعا مش هنقول للناس ما تاكلوش، لا كله بس خليها بعد الفطار ب3 ساعات. جميل. وكمان انصح كمان برضو ان الناس مش كل يوم صنف حلو، لا خلينا برضو ايه ممكن يبقى يوم فاكهه ويبقى يوم صنف حلو ان شاء الله. جميل. يعني نحاول زي ما رسولنا الكريم قال، يعني لا تسرفوا، كلوا اشربوا ولا تسرفوا، موضوع ان احنا
يعني ما نصرفش ونملأ بطننا بشكل كبير، بيأثر كمان على العبادة، وده الهدف الأساسي من رمضان. طبعا هو شهر يعني من أشهر اللي بنستناها من سنة لسنة للعبادة والراحة النفسية، ويعني من الشهور أساسا يعني هدفها مش الأكل والشرب، لا هدفها العبادة والتدين طبعا. طيب احنا قلنا وجبة الإفطار، وجبة السحور بقى المفروض تبقى ايه؟ ولأنه احيانا في ناس برضه يا دكتور لازم نعرف يعني نصرح حضرتك انه احيانا الحاجات اللي اتاكلت مثلا في الفطار بيكملوها في السحور. لا هي وجبه السحور اكننا وجبه الفطار قبل رمضان. دي بتبقى اسهل للمعده وهضمها بيبقى سهل والامتصاص فيها بيبقى سهل، يعني لو احنا عملنا مكوناتها ببساطه خفيفه. خفيفه، لا غنى طبعا عن الفول على اساس ان الفول ده يعني في الياف نسبه عاليه وماده شابعه، وفي الفول ذات نفسه يعني لو انا حطيت له طحينه مع زيت مع ليمون دي ذات نفسها وجبه يعني وجبه مبهجه وبتسعد الانسان عامه، يعني من الوجبات اللي هي الجميله جدا. ممكن اضيف معاه زبادي، ممكن اضيف معاه بيضه مسلوقه، وفي نفس الوقت اضيف معاها يبقى عندي سلطه، ممكن سلطه مش لازم اخد السلطه كامله، لا ممكن اخد مثلا خيارايه دي يعتبر سلطه، اخد طماطمايه ممكن اخد تبقى كانها سلطه او جزر، يعني مش لازم في طبق السلطه يبقى كامل، لا لو انا خدت اي نوع من انواع السلطه وخاصه في السحور بيبقى تجهيزه سريع، يعني غير وجبه الفطار العادي. لا الفطار ماشي اعمل سلطه زي ما انت عايز بقى، اشكال والوان واصناف كتير جدا. في السحور ممكن اكتفي بصنف واحد او صنفين يعني. عظيم. طبعا احنا بنصوم عدد ساعات كبيره، ايه الحاجات اللي ممكن ناكلها ونركز عليها تخليها عندنا مقاومه للعطش ومقاومه كمان للجوع؟ اول حاجه اللي ناخد كمياتي الكافيه في الميه في فتره وقت الفطار بيبقى حوالي 10 ساعات، اللي انا على الاقل مثلا كل ساعه اشرب كوبايه ميه. لان الانسان ليه اقل حاجه 2 لتر من الميه، فدول دي مهمين جدا جدا، الانسان بيفقد ميه فبالتالي لازم اعوضه بالميه اللي هو فقدها، لان لو انا يعني كتصورت على الميه او احتياجاتي في الميه جسم الانسان حوالي 60% من وزنه ميه، يعني لو واحد وزنه 100 كيلو هو 60 كيلو منه ميه، فالميه بتلعب دور كبير جدا جدا فيها. بس انا بقول برضو ان لو انا هشرب مشروبات شاي او قهوه لا ما تتحسبش ميه. الخشاف الجميل بتاعنا ينفع يعني انا قصدي المشروبات اللي فيها كافيين او فيها القهوه دي ما تتحسبش من المشروبات اللي انا هشربها. انا ليالي 2 لتر ممكن ميه او عصير او خشاف او فاكهه مش او لبن أوكي. بالتمر او لبن دي يعتبر من ميه، لكن شاي لا يعني ما يحسبش لان هو اساسا بينزل لي الميه. لو انا شربت كوبايه شاي هي بتنزل الميه وبتنزل معاها كمان زياده. وهل فعلا يا دكتور زي ما بيقولوا كده ان الشاي بيحرق الحديد في الجسم فما يفضلش يتاكل بعد الغداء على طول؟ خاصه بعد الاكل بعد على طول يفضل بعد ساعه او ساعه ونص ممكن اشرب كوبايه الشاي بتاعتي. يعني على الاقل نص ساعه. اقل لا ساعه خليها ساعه تبقى كويسه جدا يبقى في السيف يعني. كمان ساعه عشان نبقى في الامان او في احتياطات عندنا. عشان ما تعملش عسر هضم كمان يعني. جميل. خلينا نعرف برضه يا دكتور يمكن الحاجات المهمه جدا اللي بتتحط على مائده الفطار وهي المخللات بانواعها، ودي يمكن دايما بتحرص عليها كل ربه منزل. شايف حضرتك دي بتاثر على الصيام بشكل عام ازاي؟ بتاثر على صحه الانسان بصفه عامه والاملاح ازاي؟ هو عامه الواحد يعني المفروض لما اجي افطر فطار صحي سواء فطور او سحور، فطبعا من الاملاح اللي هي زياده جدا دي بتتعب جسم الانسان وخاصه لو مريض ضغط بترفع له الضغط، وفي نفس الوقت بيتعطش لان انا لما بيخش في جسمي صوديوم بحتاج اشرب ميه عشان اعوض يعني نسبه الصوديوم بتبقى عاليه، فبالتالي اشرب ميه كتير. دي طبعا بيظهر بعد الفطار يعني الصبح فاتنين اشرب ميه كتير، فانا يفضل اللي انا اقلل جدا من الاملاح، وطبعا اللي هي المخللات طبعا ما فضلتش في ايام رمضان المخللات او الاملاح. الرياضه بقى يا دكتور موضوع الصيام يعني احنا بنصوم عدد ساعات كبير، امتى يفضل يكون ميعاد الرياضه وهل يفضل اصلا احنا نلعب رياضه في شهر رمضان؟ الرياضه افضل شيء الرياضه اللي انا بعد الفطار بساعتين يعني بعد الفطار بساعتين يعني، لكن اثناء ساعات الصيام لا خطأ. يفضل لا يعني وخاصه يعني لو هو بيلعب تمرين او هو مواظب على التمرين ده اوكي، لكن لو انا شخص عادي يبقى افضل بعد ساعتين العب رياضه، ومش لازم رياضه يعني ممكن المشي ده رياضه،
اللي انا اعمل نشاط في الشقه عندي برضو ده يعتبر رياضه، لان الرياضه ليها فوائد كبيره جدا جدا في صحه الانسان. يعني الرياضه دي بتساعد على ضخ الدم من القلب لجميع اعضاء الجسم. الرياضه دي كمان برضو بتخلي الجسم يقدر يحرق الدهون، تقلل لي من الكوليسترول. الرياضه برضو فوائدها مثلا ان هي بتعمل ليونه في العظام او الفقرات. الرياضه برضو بتعمل ناحيه مزاجيه برضو، يعني فالرياضه دي تعتبر جزء لا يتجزا من حياتنا ومن التغذيه، الاثنين مع بعض طبعا دول مهمين جدا. عندنا بقى يا دكتور يمكن في بعض الفئات كده في رمضان بنبقى حريصين جدا عليها بشكل خاص، زي مريض القلب، مريض السكر، مريض الضغط، اكتر الامراض العصر المنتشره دلوقتي. شايف حضرتك دول يكون ايه الارشادات اللي يمشوا عليها في رمضان؟ هل المفروض قبل رمضان كانوا يعملوا تحليلات وكشوفات وبالتالي عشان يبقى ليهم تغذيه محدده، او حتى يتابعوا دايما مع الطبيب بتاعهم اثناء شهر رمضان؟ مثلا بالنسبه لمريض السكر، يعني احنا يعني بننصحه ان هو زي ما هو كان بياكل قبل رمضان يحاول برضو يلتزم في وجباته في رمضان، لعلمك ان مريض السكر ده احسن تغذيه ليه هي تغذيه مريض السكر. يعني لو احنا كلنا اتبعنا تغذيه مريض السكر هتكون صحتنا كويسه جدا جدا، مثاليه يعني. مثاليه، لان مريض السكر بقلله الكربوهيدرات، يعني بقلله النشويات، ببتدي ازود له البروتين، اقلل له الدهون، واهتم بالسلطه، وبديله ثمرتين فاكهه على مدار اليوم. لو انا يعني اكلت زي مريض السكر هتبقى ممتازه جدا. لكن بالنسبه لمريض القلب اللي انا احاول بقى، ده مريض القلب ده لازم اقلل، بيكون عنده نسبه الكوليسترول عاليه والدهون عاليه، فلازم بقدر الامكان ما احاولش ياخد مقليات كتير جدا، او ما احاولش اكل دسم برضو اقلل منه. وممكن في طرق تانية اللي انا برضو اعملها اكل صحي في رمضان، بحيث ان الشخص ما ياخدش مقليات كتير جدا. لو انا مثلا اعمل سمبوسه ممكن احملها في الفرن، لو انا هعمل مثلا قطايف بدل ما مثلا اقليها بزيت كتير او حاجه، لا احطها في الفرن. وبصفه عامه احنا يعني عشان طبعا غلاء الاسعار والصحه العامه كده، انا انصح ان انا يعني يبقى استهلاكي في الزيوت او الدهون قليله، بدل ما انا اطبخ مثلا بمعلقتين سمنه لا اخليها مثلا معلقه. لو انا هعمل مثلا الرز بمعلقتين سمنه او زيت، يعني اقلل، اخليني بنص كميه الزيت او السمنه اللي انا هستخدمها، احاول نفسي ان انا استخدم الحاجات دي. بذكر السمنه والزيت، يعني ايه الاصح دايما على صحه الانسان او الجسم؟ ايه الاخف من ناحيه يعني ان يكون ما يعملش كوليسترول او دهون اكتر؟ يعني مثلا الزيوت اللي هي النباتيه دي يعتبر كويسه جدا، لان فيها نسبه الدهون المشبعه يعني قليله، هي اغلبيتها كلها غير مشبعه. زي انواع بقى زيت الذره كويس، زيت الزيتون، زيت عباد الشمس، جميع الزيوت كويسه. دي رقم واحد عندنا في الدرجه طبعا. في بقى مثلا الزبده برده كويسه، يعني مش وحشه، بس ما اهم حاجه ما اخدش كميات كبيره منها، يعني ريستريكتد، يعني تحديد فيها. وفي ناس بتطبخ بزبده وزيت، الاثنين دول مع عشان بعض عشان الزبده ما تتحرقش. لكن هي السمنه النباتي اللي هي اللي يعتبر اللي هي متهدرجه فيها نسبه هيدروجين عاليه، دي بتعتبر مضر. يعني هو الزيت بيبقى كويس، انا اعمله في التصنيع بعمل له هدرجه، دي يعتبر بتتاثر فيها. طب لو سمنه بلدي مش مهدرجه يعني؟ ما انا بقول لك كويسه، يعني السمنه البلدي او الزبده بلدي دي كويسه، طالما في كميه الدهون اللي انا بستخدمها يعني على مدار جسمي كله. يعني لو انا لكن مش يعني هبسطها لك، لو انا مثلا واحد شخص سعراته الحراريه 2000 سعره حراريه، انا من ال 2000 سعره حراريه دي اللي هي 20% مثلا منه دهون، يعني حوالي 400 كالوري. ال 400 كالوري دول لو انا قسمتهم على سعرات الدهون تطلع حوالي بالظبط 100 جرام دهون. بس ال 100 جرام دهون ما باخدهاش فقط من الزيوت، لا، باخدها من جميع العناصر الغذائيه. يعني مثلا قطعه اللحمه لوحديها فيها 20 جرام دهون، قطعه الفراخ فيها 20 جرام دهون. فانا الجبنه لو مش ضاني اكيد الضاني بتبقى صح، الضاني بتبقى اعلى. فانا قصدي يعني لو انا اخدت جبون واخدت اللحمه بتاعتي والفراخ، اصبح الدهون اللي انا المفروض استخدمها في الخضروات بتبقى حوالي 30 جرام، يعني يعتبر معلقه واحده بس.
جميل. عندنا كمان في شهر رمضان ومع عدد الساعات الطويلة دي بنبقى دايما في عندنا يعني عزومات كتير، يعني بنقضي تقريبا اول اسبوعين من رمضان في بنعزم ونتعزم وكله بقى يبقى شاطر عن التاني بقى ويعزم تاني عن التاني بالظبط، والمنافسة في انه مين هيطلع عزومته احسن او المائدة بتاعته اكبر. فطبعا اي حد بيبقى ماشي على نظام غذائي او جيم او دايت بيبوظ بينهار. شايف حضرتك ازاي ممكن نلتزم في ظل مثلا وجود عزومات في اول يعني الايام دي؟ هو لو شخص هيتعزم مره او مرتين دي سهله، لكن لو كل يوم طبعا دي طبعا هيبقى صعبه جدا. هو اهم شيء الشخص، هو يعني ده الافضل، يعني هو يعني هو لما بيجي ياكل بياخد احتياجاته طبعا، يهتم طبعا بالطبق اللي هو السوتيه او الخضار دي نمره واحد، بيهتم بالبروتين سواء لحمه او كفته، ويقلل بقى من يعني من النشويات، يعني ما يكترش من الرز او المحاشي لا خلينا في الحاجات اللي هي السلطات او الخضروات وصنف البروتين، ويبقى في نفس الوقت انا جميلتي اللي انا معزومه عنده، وفي نفس الوقت انا استفدت من الناحيه الغذائيه ليا. يعني يا ريت بتقف عند الجمال يا دكتور، نحلف على بعض وعليا الطلاق، ويعني احنا كمصريين دايما عندنا كرم الضيافه. هو عامه كل سنه وانتم طيبين. هي بس اللي بيتعب طبعا في عزومات رمضان اللي هي المرضى اللي هم يكون عنده السكر او الضغط او دي، يعني بيبقى يعني عبء عليه طبعا في العزومات. لكن لو شخص عادي بيبقى عادي بالنسبه له، سهل شويه. فانا برضو يعني الناس اللي هي عندها مريض سكر او ضغط او مهما تتعزم، حاول تظبط اكلك اللي انت اصلا كنت بتاكله قبل رمضان. مهما حد يعني يضغط عليك، لا انت عشان اهم حاجه طبعا صحتك. طبعا من اكتر الحاجات اللي بتحصل لنا في رمضان ومن الاعراض المنتشره التخمه، الانتفاخ، التقل، ويمكن حتى بيخلينا ما نقدرش نعمل عبادات ربنا سبحانه وتعالى يعني قدر المستطاع. فايه الحاجات اللي حضرتك تنصحنا بيها يعني تكون هاضمه تريحنا بعد الاكل؟ زي ما بنسمع كده احيانا في ناس بتقول لك المشروبات الغازيه، برغم ان يعني ممكن يكون فيها ضرر كبير على صحه الانسان، حضرتك شايف او رايك ايه في المشروبات الغازيه؟ اصل هي المشروبات الغازيه يعني لو انا حللتها من ناحيه القيمه الغذائيه ما فيهاش الا سكر فقط. فقط لا، يعني هي ما فيهاش فيتامينات، ما فيهاش اي حاجه خالص. فانا يفضل، بس في ناس متعوده عليها، فانا يفضل لنا يعني نحاول بقدر الامكان اللي احنا نقلل منها يعني طبعا. لكن في مثلا مشروبات عشبيه بتبقى مثلا كويسه، ممكن اشرب مثلا ينسون، ممكن اشرب مثلا شاي اخضر، ممكن اشرب ليمون، ممكن يبقى مثلا دافي. في اصلا مشروبات يعني رمضانيه دي بتساعد على الهضم وبتبقى كويسه، زي التمر الهندي، زي الخروب، زي العرقسوس، دوم، الكركديه، دي كلها دي المحتتين. يعني سبحان الله ان احنا بنلجا للمشروبات دي بطريقه يعني عفويه، عشان هي فعلا المشروبات دي بتكون للمعده كويسه، بتريح المعده، مفيش انتفاخ. احنا قلنا الكركديه، قلنا التمر الهندي، قلنا الدوم، قلنا العرقسوس، كل دي مشروبات اللي انا افضل اشربها، بتبقى مشروبات ليا في رمضان طبعا. رسولنا الكريم يعني من الحاجات اللي والسنن الجميله عنه وهي شرب اللبن بالتمر يعني على ريق دايما مع الفطار. حضرتك شايف ازاي ممكن يكون يعني مفيد قوي لجسم الانسان التمر باللبن؟ التمر طبعا لو انا اخدت مثلا 3 تمرات لوحديهم، ده هو كنز يعتبر الاملاح المعدنيه والفيتامينات، وفي نفس الوقت فيه يعني سعرات حراريه، فيه سكر، بس سكر يعني طبيعي. فلو انا اخدته ده برضو بيساعدني بعد الصيام، اللي انا السكر ده يخش في يعني ينشط لي الدوره الدمويه، ينشط المخ، فيعتبر كويس. بالنسبه للبن ده بيبقى مهضم، وفي نفس الوقت فيه بروتين، فيه كالسيوم، يعتبر سوائل اللي انا برضو احنا بننصح ان احنا بيها، فيعتبر افضل شيء انا برضو يعني اشجعه فيه وانصح بيه ان انا افطر على تمر ولبن. عظيم. يبقى انا خدت كل الاحتياجات بتاعتي من الميه ومن البروتين ومن الكالسيوم والاملاح المعدنيه. خلينا بقى اخيرا وليس اخيرا كده ندي نصايح للناس وارشادات وتوصيات ازاي يقضوا بيها بقيه شهر رمضان. ان انا يعني ناكل باعتدال، اكثر صيامي برضو يعتبر يعني مش قوي، يعني زي ما قلنا تمر او ميه او تمر ولبن، اصلي المغرب، افطر الفطار العادي،
اللي انا اقلل من المخللات او الملح كتير، ما احطش ملح على السفره، ما اكترش من لو انا بعمل حلويات ما دخلش جواها بقى دهون او كده، يعني اكتفي بالحلويات. لو انا بعمل مقليات ابعد عنها، ممكن اعملها في الفرن، اللي انا اشرب ميه وممكن اشربها مثلا كل ساعه او كل ساعه ونص. اللي انا اهتم بوجبه السحور، لان وجبه السحور دي هي يعني مفتاح الصحه بتاعتي لبقيه اليوم كله في رمضان. طبعا اللي انا برضو اركز على الرياضه او المشي، يعني اقل حاجه يعني نص ساعه. الرجال ممكن يروحوا يصلوا التراويح، النساء ممكن يعملوا حركات في يعني حاجات في البيت او حاجه. شغل البيت ده كفايه، شغل البيت طبعا كفايه. اللي انا ما اشربش مثلا شاي كتير او قهوه كتير، لان دي مضره للبول. اللي انا اهتم طبعا بالفواكه، مهمه جدا زي المشمش، الموز، دي ممكن اخدها بين الفطار والسحور، لان فيها نسبه بوتاسيوم عاليه بتخليني بتساعدني ان انا ما اعطش في الفطار يعني. اشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد فرغلي، استشاري التغذيه العلاجيه، نورتنا وشرفنا بوجودك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب وبالف خير، واتمنى الساده المشاهدين نحاول نلتزم بنصايح دكتور احمد اللي مهمه جدا معانا خلال هذا الشهر، بانها تخلينا نقدر كمان على العبادات، وده الاهم. لسه مكملين معاكم ليالي رمضان، ولكن بعد فاصل قصير انتظروا.